Good morning my kids, how are you? كيف حالكم يا كيجي؟ ان شاء الله بخير حبايبي. اليوم ان شاء الله يا كيجي رح نتعلم درس جديد في اللغة الانجليزية بعيد عن الاحرف. طبعا اليوم رح نتعلم درس جديد واللي هو shapes. منتعلم اليوم على الشيبس بس باللغة الانجليزية، رح نتعرف عن الاشكال الهندسية كيجي، تمام؟ الأشكال الهندسية shapes يعني أشكال shapes. طبعا زي ما انتم شايفين كيجي اليوم ان شاء الله رح نتعرف على أربعة أشكال في اللغة الإنجليزية، تمام؟ اليوم أول شكل رح نتعلمه اللي هو سكوير يعني مربع. سكوير مربع. طبعا زي ما انتم شايفين هون عندي كيجي المربع متكون عندي من اربع اضلاع زي ما انتم شايفين 1 2 3 4، او عندي اربع زوايا زي ما انتم شايفين. وطبعا كل الاضلاع او طول كل الخطوط هاي المستقيمه الموجوده عندي هنا نفس الطول، تمام؟ شو بسميه؟ سكوير. طبعا اللي هو باخذ عندي شكل هذا البوكس، شايفين عندي يا كيجي هيو اربع اضلاع، والاربع اضلاع ايش عندي؟ متساويه. ايش بنسميهم؟ سكوير. ايش بنسمي هذا الشكل عندي يا كيجي؟ سكوير مربع. تمام يا كيجي؟ هاي بالنسبة عندي لأول شكل اللي هي سكوير. يلا عيد ورا يا كيجي. سكوير اللي هي طبعا عندي هنا بياخذ عندي هذا الشكل، تمام يا كيجي؟ سكوير. طبعا يا كيجي هلا الشكل الثاني اللي رح نتعلمه، الشيبس الثاني اللي رح نتعلمه اللي هو ريكتانجل اللي هو عندي المستطيل. زي ما انتم شايفين هون عندي يا كيجي الريكتانجل متكون عندي من اربعة اضلاع 1 2 3 4، تمام يا كيجي؟ طبعا عندي هون كل ضلعين فيه متساويات، يعني عندي هذا الضلع مع هذا الضلع متساويات، وهذا الضلع مع هذا الضلع متساويات، كل ضلعين من الريكتانجل متساويات. ريكتانجل تمام اللي هو عندي المستطيل، تمام كيجي؟ طبعا زي ما بنعرف مثلا عندي التليفون، هلا اشياء موجوده عندي بالتليفون لو تطلع عليه بياخذ عندي شيبس الريكتانجل شكل المستطيل، يعني شوف هذا الضلع مع هذا الضلع متساوي، وهذا الضلع مع هذا الضلع متساوي، وهن كلهن عندي اربع اضلاع. كمان نفس الاشي عندي هون بالنسبه للكتاب او للدفتر، زي ما انتم شايفين يا كيجي ماخذ عندي شكل ايش؟ الريكتانجل اللي هو المستطيل، تمام يا كيجي؟ يلا كلكم مع بعض ريكتانجل اللي هو عندي المستطيل. هلا سيركل دائرة زي ما انتم شايفين. مثلا انا عندي هون الساعة، طبعا هون محيط الساعة زي ما انتم شايفين يا كيجي ماخذ عندي شكل السيركل، سيركل دائرة. طبعا السيركل متعودين عليه هيك يجي بأوراق العمل أو بالكتاب إنه السيركل دور أو ضع دائرة، تمام يا كيجي؟ إذا عندي سيركل دائرة زي ما انتم شايفين. طبعا ما لها زوايا مثل السيكول والريكتانجل، هون ملف راوند 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 ما فيها زوايا، تمام يا كيجي؟ كمان نفس عندي هاي هون الشكل هذا الموجود عندي هنا سيركل، ايش بنسميه هذا الشكل؟ سيركل سيركل
circle دائرة. circle دائرة. نفس الاشي عندي هون يا كيجي اللي هو ايش؟ محيط الساعة. زي ما انتو شايفين عندي هون المحيط تبعها بياخذ شكل السيركل. شوف راوند 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 راوند. شايفين يا كيجي؟ ما في زوايا مثل الاشكال السابقة اللي احنا اخذناهم. تمام يا كيجي؟ اذا لحد الان صرنا متعلمين اللي هي السكوير اللي هو المربع، ريكتانجل اللي هو المستطيل، سيركل اللي هي عندي الدائرة. طبعا هلا يا كيجي رح ننتقل الى الشكل او الشيبز الرابع اللي هو عندي تراينجل اللي هو المثلث. ايش هو يا كيجي؟ تراينجل 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 تراينجل. عشان انها كلمة طويلة. تمام؟ تراينجل اللي هي عند المثلث. طبعا عند المثلث بتكون عندي من ثلاث اضلاع او ثلاث زوايا زي ما انتم شايفين عندي في العلم الموجود عندي هنا. متكون عندي من ثلاث اضلاع. تمام يا كيجي؟ بنسميه هذا الشكل تراينجل 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 مثلث تراينجل مثلث. اذا يا كيجي اليوم الاشكال اللي تعلمناها في اللغه الانجليزيه الاشكال اللي هي بمعنى shapes 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 اشكال shapes اشكال. اول شكل موجود عندي هنا اللي هو square square مربع. زي ما حكيت لكم يا كيجي بتكون عندي المربع من أربعة أضلاع متساوية أو أربع خطوط زي ما أنتم شايفين 1 2 3 and 4. تمام يا كيجي؟ وكل الأضلاع الموجودة فيه متساوية زي ما أخذ عندي بشكل البوكس الموجود عندي هنا. كيجي إيش اسمه هذا الشكل؟ سكوير سكوير سكوير. الشكل الثاني الموجود عندي اللي هو عندي يا كيجي ريكتانجل 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 اللي هو المستطيل زي ما تعلمنا انه بتكون عندي من اربعة اضلاع 1 2 3 4. تمام يا كيجي؟ كل ضلعين منهم متساويات. كل ضلعين مش جميع اضلاع الاربعة، كل اثنين متساويات. زي ما حكينا اخذ شكل التليفون. طبعا عندنا كلنا عندنا تليفونات يا كيجي لو تطلع عليه بياخذ شكل ايش؟ ما اخذ شكل دائره ولا اخذ شكل مربع ولا شكل مثلث، اخذ عندي شكل الريكتانجل ريكتانجل ريكتانجل اللي هي عندي المستطيل. كمان نفس الاشي عندي الدفتر او الكتاب، نفس الاشي بياخذ عندي شكل ريكتانجل اللي هو ايش؟ المستطيل. ثالث شكل اللي هو معنا اللي هو سيركل سيركل دائرة سيركل سيركل اللي هي عندي الدائرة. زي ما انتم شايفين هون عندي يا كيجي اللعبة هاي الموجودة عندي اخذت عندي شكل سيركل. طبعا عندي ما بتتكون عندي لا من ضلع ولا اشي، لفة راوند 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 راوند. اوكي كيجي؟ كمان نفس الاشي عندي هون بالنسبة لإطار الساعة اخذ عندي ايش؟ شكل السيركل الدائرة. اوكي كيجي على اخر شكل اللي هي تريانجل تريانجل اللي هي عندي المثلث. تريانجل 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 اوكي اللي هي شكل المثلث. طبعا هلا بطلب منكم يا كيجي الكل يفتح كتابه. طبعا هلا يا كيجي بعد ما تعرفنا على الاشكال بطلب من الجميع يفتح كتابه صفحه 34 وتطلعوا لي على البيج الموجود عندنا هنا. نراجع بشكل سريع على الاشكال اللي اخذناهم. شوفوا هم عاملين ليها على شكل شخص. مثلا شوفوا هنا عند الراس ايش هنا عندي؟ سيركل 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 دائره سيركل دائره سيركل سيركل اوكي. سكوير سكوير مربع
سكوير مربع زي ما حكيت لكم يا كيجي. هون عندي السيركل بتكون عندي من 4 أضلاع، كل ضلع فيه متساوي، يعني كل ضلع مساوي للثاني. اوكي، تريانجل، تريانجل اللي هي عندي المثلث زي ما حكيت لكم، المثلث بتكون عندي من 3 أضلاع، بس السيركل عندي هون ما فيها ولا ضلع، راوند 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 بس انك تلف. اوكي، سيركل دائرة، تريانجل اللي هي عندي هون المثلث، سكوير، سكوير مربع. طبعا ضل عندي هون الشكل الرابع اللي هو عندي ريكتانجل، ريكتانجل اللي هو المستطيل اللي بياخد عندي شكل 4 أضلاع كل ضلعين فيه ايش؟ متساويات. اوكي كيجي، طبعا هلا بننتقل على السؤال الاول. زي ما انتم شايفين هون من ننقش على الاشكال بعدين ايش نلونها. اوكي يلا كيجي، كنا مع بعض ننقش على اول شكل اللي هو موجود عندي سيركل. سيركل، سيركل دائرة، سيركل دائرة، سيركل دائرة زي ما انتم شايفين عندي هون راوند 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 راوند. اوكي، نيجي على الشكل الثاني الموجود عندي هون كيجي، نفس الاشي اللي هي سكوير، سكوير اللي هو المربع. طبعا زي ما حكينا المربع بتكون عندي من 4 أضلاع متساوية. طبعا تريانجل اللي هو عندي المثلث، تريانجل اللي هو عندي هنا مكون عندي من 3 أضلاع. نيجي على الشكل الأخير اللي هي ريكتانجل، ريكتانجل، ريكتانجل اللي هو المستطيل. أوكي كيجي، طبعا هيك بنكون نقشنا على كل الأشكال. هلا إيش ضايل عندي؟ إننا نلونهم. يلا كنا مع بعض كيجي نلون. اول اشي لوننا هاي، كملنا السيركل. طبعا بتلونوا باللون اللي بتحبوه واللي بدكم اياه يا كيجي. اوكي، نيجي على الشكل الثاني، نفس الاشي عندي هنا يا كيجي، بتلونوا باللون اللي بدكم اياه. تريانجل اللي هو عندي المثلث، تريانجل، تريانجل. اوكي كيجي، كلمة طويلة. كمان نفس الاشي بالنسبة ريكتانجل، ريك، ريكتانجل، ريكتانجل. ونفس الاشي ريكتانجل هون من اللون اللون اليلو. اوكي كيجي، طيب نيجي على السؤال اللي بعديه الموجود عندي هنا. نيجي على السؤال هون اللي بعديه، هون من ننقش بعدين نلون. يلا كنا مع بعض ننقش على الاشكال الموجوده عندي هنا. كمان نفس الاشي البوكس هون زي ما انتم شايفين، البوكسري كتاب، هون نفس الاشي عندي بوكس، وهون عندي بول. طبعا بتلونوها يا كيجي باللون اللي بدكم اياه. اوكي حبايبي، طبعا بطلب منكم يا كيجي بعد ما تنقشوا وتلونوا تصوروا لي اياه وتبعتوا لي اياه عبر الواتساب. اوكي حبايبي، يلا ثانك يو، جود باي.